فمرحبا واهلا يعني بصاحب الجلاله نصره الله. ملي يجي الحمد لله الله اكبر، حنا هذاك الاب ديالنا كل شيء، ولكن الطلب اللي كنطلبوا بغينا دائما يجي المحمديه. علاش؟ ملي يجي كتزدهر مدينه المحمديه، كتعود بخير وعلى خير، كتعرف الاب ملي كيصور يزور ابناء ديالو الله اكبر، كيكون كل شيء ناشط، كل شيء بخير وعلى خير. الشوارع جميله كما كنشوفوا بالصوره هنايا. نعم كاين اياك، كل شيء بخير وعلى خير. حنا كنتمناو هذا الشيء يكون ديما طبعا. اي نعم، من طبيعه الحال خاص يكون داك الشيء دائما، تكون الاستمرار كما قالت الاخت، هذا هو الطلب ديالنا. السلام عليكم. وعليكم السلام. نبغيو نعرفوا الشعور ديالكم ان شاء الله غدا، ان شاء الله غادي يجي الملك يزور مدينتنا المحمديه. احنا فرحانين بان الملك ديالنا كيجي للزيارات المحمديه، وكنتمناو من الله يبقى ديما يجي ويطول لنا في عمره، وكنتمناو هو زاد لنا بزاف د الحوايج في المغرب، وكنتمناو ليه التوفيق والشفاء ان شاء الله. ان شاء الله. نبغيو نسولك واش غادي تمشي تستقبل؟ مش ما عنديش اي مشكل، حيت الملك ديالنا هو اللي خلانا نزيدوا في اي حاجه في هاد البلاد، في هاد المغرب، حيت الا ما كانش الملك ديالنا ما كناش غنعيشوا في حال هكا في الامان. وعليكم السلام. انتما واحد من التجار هنا في المحمديه، غدا جلاله الملك غادي يقوم بواحد زياره لمدينه المحمديه. زياره زوينه لينا وفرحنا بها، وشلنا بزاف الحاج تبدلوا. وحنا بغينا ان شاء الله ملي يجي سيدنا هنا يتحسن شويه الوقت. يعني هاد الناس يشوفوا بوجهنا. من حيتاش؟ حيت يقولوا زعما راه سيدنا جاني حالكم شويه البلاد. شنو يديروا مثلا؟ يديروا لنا شي مارشي. طالبين مارشي. طالبين بالتغيير. انتم السكان ديال محمد كتعانوا من انه ما كاينينش اسواق بلديه، كاين الجوطيه فقط. ما كاينش اسواق والو. كاينه الجوطيه هي اللي كاينه. الجوطيه هي الوحيده. والسكان ولاو كثاروا هذا. والنداء ديالكم جلاله الملك والمسؤولين بمدينه المحمديه. والنداء ديالنا حنا هو بغينا يديروا واحد المارشي، وسيدنا مرحبا به. بلاد وادي حنا فرحنا كثير. وبغينا يديروا شي مارشيات باش نحيدوا كاع حنا بغينا نحيدوا هذا الكرارس، هذا الشيء حنا بغيناهم يتحيدوا من المدينه، حتى هذه مدينه الزور. يديروا شي مارشي. اذا نرجعوا للزياره الميمونه غدا، غادي تكونوا في الاستقبال ضروري، هي الاولى ضروري غادي نحضروا. السيد الى جابتها الوقت وتلاقيت بجلاله الملك، شنو الطلب ديالكم؟ والطلب ديالنا في هذه البلاد بغينا نديروا مارشيات، بغينا هاد البلاد تغير. مطالب بسيطة، شكرا على الكلمة ديالك. مرحبا بسيدنا، وحنا ديالنا الملك ديالنا مرحبا به في المحمدية، وحنا الشعب ديال المحمدية كنرحبوا به. إذا اللي تلاقيتي بجلالة الملك شنو يمكن لك تقول ليه؟ ونقول له مرحبا بسيدنا. بلادك هذه وبلادنا. أنتم كساكنة المحمدية كيف كتشوفوا المحمدية من خلال الزيارة ديال جلالة الملك؟ مرحبا، زيارة زينة. والمدينة زينة. السلام ورحمة الله وبركاته. غدا إن شاء الله كاين الزيارة الميمون لجلالة الملك، بغيو نعرفوا الشعور ديالك. الشعور هو أننا فرحان بأن سيدنا الله ينصر جي للمدينة المحمدية، كنحسوا كلنا بأننا فرحانين وضاحكين، وكنتمناو هذه المناسبة تتعدوا إن شاء الله مرارا وتكرارا، أن سيدنا الله ينصر كل ما كيتحرك كتكون الخدمة. أكيد غادي تمشوا تشوفوا سيدنا. أكيد إن شاء الله، إن شاء الله الرحمن الرحيم نشوفوا سيدنا، وحنا فرحانين بزاف بسيدنا الحضور ديالو، والله يطول سيدنا والله يطول عمر سيدنا. مزيانة تبارك الله، والأمور جلالة سيدي سيدنا الله يرحبوا بخير. الحمد لله. مرحبا سيدي، نهار كبير هذا. شنو إلا تلاقيتوه مثلا شنو يمكن لكم تقولوا لي؟ الله ينصر سيدنا، الله يطول لي العمر. السيدة السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. الحاجة الوحيدة اللي كنطلبوا بها دابا حتى ماشي بشهر حتى يكون سيدنا جاي للزيارة ديالو، خاص هادشي يكون باستمرارية، بأن سيدنا كاين وجود قد كاين قد ما كاين. السؤال اللي كنصادف به هو الإنسان خاصه اللي الممثلين ديال سيدنا يكونوا في المستوى فقط بأن بحال سيدنا حاضر بالوجود ديالو. شكرا. معنا أحد المواطنين. الشعور ديالكم بالزيارة الملكية اللي غادي يجي إن شاء الله مدينة المحمدية وبالضبط الشلال. هادشي خاص يكون ديما استمرار من ناحية النقاء ومن ناحية بني عشوائي. صافي هادشي اللي كاين. اذا طلبات بسيطه للسكان ديال مدينه المحمديه. السلام عليكم. سلام. نبغيو نعرفوا الشعور ديالك، والغد غادي يجي سيدنا لزياره مدينه المحمديه. سيدنا ديما كيزورنا، كيزور المحمديه، كيزور الدار البيضاء، كيزور الرباط، كيزور المغرب كامل. حنا مرحبا به، يجي يشوف المشاريع، يشوف كل شيء، كيدير وعاش الملك. كل ما كان الملك قال المشاريع ما تمركز، هو كيدير دوره في المغرب كامل، كيشوف المشاريع واش غاده فواحد الطريق صحيح ولا ما غاداش طريق صحيح، هو كيدور المغرب كامل، كيمشي للشمال، كيمشي للجنوب، كيمشي للشرق، كيمشي. نعرفوا واش غادي تمشي.
ها؟ واش غادي تمشي تستقبل الملك؟ بيان سور نجيبو نستقبلو، نستقبلو العام كامل حنا، ماشي غنستقبلو غير مره، ديما نستقبلو فين ما بغيتو نستقبلو. في حالات الى كانوا المتطلبات ديالك نبغيو نعرفوا الامنيه او الطلب ديالك لسيدي. اه الله الله ينصر سيدنا والله يزيدو في الصحه والمشاريع وبغينا المغرب يتبدل، تبدل المورال ديال المغرب. ماشي يتبدل بزاف د الحوايج، لان المغرب باقا باقي ما وصلناش لديك ديك ديك النضج ديال ديال المسؤوليه. في حالة الا جابتها الوقت وصادفتوا جلاله الملك مباشره، واش عندكم شي طلب؟ اه كاين طلب الحمد لله، والطلب هذا واحد الرقم الاول هو اصلاح النفايات. النفايات خاص يتصلحوا بمدينه المحمديه، مدينه المحمديه هذه والمدن الصفيح هذه خاص قضاء على مدن قضاء، يعني خاص الاستمراريه تكون، ماشي تزيد واحد شويه وتحبس، تزيد واحد شويه وتحبس، لا. ان شاء الله الله ينصرو. الشعور الله ينصرو العمل. لا الشعور ديالك ما كانك بخير ولا خير؟ الحمد لله فرحانين فرحانين. الله يدومك. ان شاء الله غدا واش غادي تمشي تستقبل الملك؟ اي نمشيو غادي نمشيو نستقبلوه بخير وعلى خير، حنا مباركين به. السلام ورحمة الله. الشعور ديالك الغد ان شاء الله غادي تكون زيارة الميمونة لسيدنا المدينة محمد؟ جميع الشعور المغاربة وحنا فرحانين وغادي نستقبلوه ان شاء الله، وهذا ما كان ان شاء الله. الا صادفتوا شنو الامنية او الطلب ديالكم؟ والطلب تاعنا هو العيش الكريم ونعيشوا في حرية وفي امان. بالك انت سائق طاكسي، نبغوا نعرفوا الاشكالات والاكراهات اللي كتعانيوها. في الحقيقة صراحة كاينها من طرف بعض الأشخاص اللي كيحط تاكسيات كبار وكذا، كيدخلوا وسط المدينة وتيبداو يهزوا في الركاب وهذا، وحنا ما عندنا حتى شي إشكال.